السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنبدأ في الباب الأخير اللي هو باب اختبارات الفروض الإحصائية. احنا قبل كده خدنا 4 أبواب: باب الاحتمالات، باب دالة الاحتمال الجدولية، باب التوزيعات الاحتمالية، وباب نظرية التقدير. وده اللي بيخد. ايوه سؤالك ايه يا دلالة؟ اكتب السؤال لو سمحت. سؤال 3 في التمرين. اي تمارين؟ الباب الرابع. طيب دي واحدة كده في الباب الرابع. لا ده سؤال تاني غير ده، عشان بس الباب الرابع. سؤال 3. اللي كانت بتسأل على السؤال 3 في الباب الرابع اللي هو من جامعة الإمام اختيرت عينة من 200 طالب، كان عدد الوافدين بقى 50 طالب، قدر نسبة الوافدين. ده قانون النسبة. قانون النسبة: لام بتساوي لام هات زائد أو ناقص ياء في جذر لام هات في 1 ناقص لام هات على نون. أنا بس هكتب قانون النسبة مرة تانية. قانون النسبة كان بيقول لام بقانون النسبة بيساوي لام هات زائد أو ناقص ياء مضروبة في الجذر التربيعي للام هات في التحقوق 1 ناقص لام هات، ده كله على نون، ده كله تحت الجذر. لم أدي النسبة في العينة، هو مش مديهالي جاهزة، ده بيقول العينة فيها 200 طالب، فيها 200 طالب، لقى وافدين بقى 50 واحد، يعني العينة من 200 طالب لقينا فيهم 50 وافد، يبقى نسبتهم كام؟ نسبتهم 50 على 200. يبقى الفكرة في السؤال ده ازاي اجيب اللام هات. اللام هات هنا هتبقى عبارة عن 50 على 200، تطلع 25% او 25%. يبقى فكرة السؤال ده اللام هات النسبة اجيبها ازاي؟ عندي 201 فيهم 50 وافد، يبقى نسبتهم كام؟ 50. جبنا اللام هات حط مكانها 25%، النون عندك ب 200، فاضل الياء. بيقول الياء هنا عند كام بقى؟ عند درجة ثقة كام؟ 95%. اشيل الياء دي واحط مكانها كام؟ 1.96 مللي. هات النتيجة النهائية مرة ضيف ومرة اطرح. واضحة كده اللي كانت بتسأل؟ خلاص يا جماعة. التوزيع الطبيعي انا شرحته بدل المرة 10. اللي مش فاهم يا جماعة قدامه حاجة من 2، يا اما يراجع المحاضرات المسجلة او اللقاءات المسجلة او يروح للمحاضرات المسجلة. اللي مش فاهم التوزيع الطبيعي رغم ان اخدت فيه 3 محاضرات قدامه حاجة من 2، يا اما يراجع اللقاءات الحية مرة تانية اخد 3 لقاءات او 4، او يرجع للمحاضرات المسجلة. انا عشان اقعد اعيد وازيد واعيد وازيد في الكلام قلت بدل مرة 10، ده تضييع للوقت ملوش لازمة. يبقى الواحد فيكم عشان يريح نفسه يقول لك المسألة الدكتور يحلها لي. لا مش للدرجة دي يعني. انا قلتها بدل مرة 10 وموجودة في الشرح عندكم. الشرح ده يا سمر السؤال 3 في تمارين الباب الرابع. السؤال 3 في تمارين الباب الرابع. جميع تمارين مقرر الاحصاء التحليلي مهمة وجاية في الامتحان. مفيش سؤال في الامتحان هيجي الا وعليه قانون الكون احنا قلناه. انا اكتفي بهذا الحد.
لان كل الاسئله بتاعتكم انا قلتها قبل كده. النهارده هنتكلم في الباب الرابع. اللي هو للاسف الباب الخامس اللي هو اختبارات الفروض الاحصائيه. الباب الخامس اللي هو اختبارات الفروض الاحصائيه. زي ما قلت قبل كده الباب الرابع والخامس اسمهم الاحصاء التحليلي. الباب الرابع كان نظريه التقدير او فترات الثقه. والباب الاخير بتاع النهارده اسمه اختبارات الفروض الاحصائيه. البابين الاثنين دول مع بعض كده بيكونوا علم الاحصاء التحليلي. واتكلمنا كده على نظريه التقدير او فترات الثقه. النهارده هنتكلم على اختبارات الفروض الاحصائيه. طبعا قلت لكم قبل كده يا ريت تشوفوا الموضوع ده في المحاضرات المسجله عشان تاثروا عليا الطريق شويه. لكن بقدر الامكان يعني هفترض ان الحد الادنى فيكم اللي شاف المحاضرات دي على الاقل يعني شفتها بنسبه 30-40%. المهم في اختبارات الفروض في مجموعه من الخطوات اللي هم الخمس خطوات اللي قدام منك دول. لازم اعرف حاجه اسمها الفرض العادم والفرض البديل. لازم اعرف يعني ايه قيمه وسيله الاختبار. لازم اعرف يعني ايه قيمه جدوليه ويعني ايه مقارنه ويعني ايه قرار. اي مساله في اختبارات الفروض لازم امشي الخمس خطوات دول ورا بعض. اي تمرين في اختبارات الفروض لازم امشي الخمس خطوات دول. اللي يهمني في الكلام ده كله القانون اللي هستخدمه. القانون اللي انا هستخدمه في اختبارات الفروض. القانون اللي عندي معرفش راح فين بقى. القانون في اختبارات الفروض انا كنت كاتبها دلوقتي معرفش راحت. هي موجوده عندكم؟ المهم انا كنت كاتبها دلوقتي على البورد بس معرفش راحت فين. اختفت ولا فين بقى مش عارف. عمر هتبان احنا بنحل دلوقتي. في اختبارات الفروض عندي ثلاث قوانين. الباب الاخير ده فيه ثلاث قوانين. قانون اختبار المتوسط، قانون اختبار المتوسط، وفي قانون اختبار النسبة، وقانون اختبار الفرق بين المتوسطين. عشان أقصر الطريق عليكم نشوف المسألة الأولانية دي. طبعا هشرح وأنا بحل المسألة معاكم هقول يعني إيه فرض عدمي؟ يعني إيه فرض بديل؟ وإيه القانون اللي هستخدمه؟ طب القيمة الجدولية دي هجيبها منين؟ وبعدين يعني ايه اقارن قيمة القانون مع القيمة الجدولية ويعني ايه القرار؟ نشوف المسألة دي. أظهرت طبعا هفترض إني كنت شفت المحاضرات المسجلة. أظهرت نتائج العام الماضي. يا ريت تكون معك كلها ورقة وقلم. ورقة وقلم لو سمحت. أظهرت نتائج العام الماضي أن متوسط درجة النجاح في الإحصاء 75. يبقى أول رقم عندي اسمه المتوسط. اسمه المتوسط. لما أقول متوسط دي لها معنى إيه؟ يا إما متوسط يخص المجتمع أو متوسط يخص عينة. يعني متوسط عمر الطالب في الجامعة ده ليه رمز. ومتوسط عمر الطالب في شعبة صغيرة في عينة ده ليها رمز. يبقى المتوسط في الجامعة له رمز أو في المجتمع، والمتوسط في العينة ليه رمز. العينة رمزها النون الصغيرة. متوسط العينة اسمه سين شرطة. والانحراف المعياري في العينة اسمه عين. دايما لما نقول عينة
بيجي ورا كلمة عينة الوسط الحسابي والانحراف المعياري. لما أقول عينة هتلاقي جاي وراها مباشرة الوسط الحسابي وجاي وراها مباشرة الانحراف المعياري. يبقى العينة يعني نون وراها سين شرطة وراها عين. أول متوسط عندي اللي هو 75 ده مش عارفين مجتمع ولا عينة، سيبه دلوقتي. بقول جربة طريقة حديثة في تدريس هذا المقرر على عينة من 100 طالب. عينة من 100 تبقى النون هنا ب100. في نهاية السنة لقينا المتوسط في العينة 80 يعني سين شرطة. بانحراف معياري معطوف عليها عين يعني 5. إذا عندي هنا النون العينة ب100 متوسطها سين شرطة ب80 انحراف معياري عين ب5. يبقى المتوسط الأولاني اللي هو أول رقم ده متوسط المجتمع ميون. وعموما أول رقم بيظهر في مسألة اختبارات الفروض هو متوسط المجتمع ميون. مين يه واو. لما يقول كلمة عينة اللي هيجي ورا كلمة عينة هيجي وراها مين؟ السين شرطة والعين بتوع العينة. متوسط درجة النجاح في الأحصاء 75 درجة. جينا عملنا تجربة على عينة من 100 طالب. العينة دي جربنا فيها طريقة تدريس حديثة. وفي نهاية السنة لقينا المتوسط بقى 80 درجة. بانحراف معياري 5 درجات. بيقول اختبر الفرد اللي بيقول ان هذه الطريقة الحديثة حسنت من أداء الطلاب. اختبر الفرد اللي بيقول ان هذه الطريقة حسنت من اداء الطلاب. وزلك عند مستوى معنوية 5% هستمر جدا. هنسيب السطر ده مؤقتا. اول رقم اللي هو 75 ده اول رقم بيظهر اسمه ميو. الرقم ده هو ميو ده بسميه الفرد العدمي. الفرد العدمي او فرد النفي او فرض التساوي. يبقى اول رقم بيظهر في السؤال دائما وابدا اول رقم اللي هو الميو ده معناه الفرض العدمي او فرض النفي او فرض التساوي. يعني ايه عدمي او نفي؟ هو هنا عمل تجربه على عينه من 100 طالب. ايه التجربه دي؟ ان جرب فيهم طريقه حديثه في التدريس. بيسالني الطريقه دي حسيت ان اداء الطلاب ولا لا؟ الطريقه الحديثه دي حسنت اداء الطلاب ولا ما حسنتش؟ لما تيجي تجاوب على السؤال ده هتجاوب بكلمه نعم او لا. عشان تجاوب على السؤال ده هو حاجه من اثنين، يا تقول نعم حسنت الاداء يا تقول لا ما حسنتش الاداء. طبعا عشان تقول نعم او لا ما تبقاش اعتباطا، ما تعتبرش تختار اجابه من الاثنين دول نعم او لا، بمشي بجمع من الخطوات. لكن الاول انا هترجم كلمة نعم دي الى لغة احصائية وكلمة لا الى لغة احصائية. هل الطريقة الحديثة حسنت اداء الطلاب؟ لما تيجي تجاوب هتقول نعم او لا. لو قلت لا، قلت لا دي تسمى الفرض العدم او فرض النفي. نفي يعني ايه؟ يعني بتنفي ان هذه الطريقة حسنت الاداء. ده اسمه الفرض العدمي، انه بينفي ان هذه الطريقه الحديثه حسنت الاداء، بينفيه. اذا كلمه لا دي كلمه لا معناها فرض النفي، صح حرف الله او الفرض العدمي. الفرض العدمي هو كلمه لا الانتاج ما اتغيرش او المستوى ما اتغيرش، يعني مستوى الطلاب زي ما هو. عند المستوى كام؟ 75 درجه. اذا اول رقم بيجي في السؤال ده معناه ميو وده معناه احصائية اسمه الفرض العدمي. يعني اقول الفرض العدمي هنا ميو بتساوي 75. ميو بتساوي كام؟ 75. يعني مستوى الطلاب لم يتغير. هذه الطريقة لم تحسن اداء الطلاب زي ما هو. عند المستوى كام؟ 75. دي اسمها الفرض العدمي او فرض النفي او فرض التساوي. يعني ايه تساوي؟ يعني اقول ميو بتساوي 75. ده اسمه الفرض الايه؟ العدمي. قدام الفرض العدمي حاجه اسمها الفرض البديل. الفرض الايه؟ البديل. الفرض البديل
ليه صيغه من ثلاثه. الفرد العدمي ليه صيغه واحده، صيغه التساوي. الفرد العدمي ليه صيغه واحده، التساوي بتساوي. طب والبديل هياخد صيغه من ثلاثه، يا تقول مستوى الطلاب اتحسن وزاد، يا تقول مستوى الطلاب انخفض وهبط، يا تقول مستوى الطلاب اتغير قد يزيد وقد ينخفض. لو قلت مستوى الطلاب اتحسن وزاد بقولها ميو اكبر من 75. العدمي ميو يساوي 75. طب والبديل؟ لو قلت ميو اكبر من 75 يعني مستوى الطلاب اتحسن، يعني اجابه نعم. نعم يعني ايه؟ المستوى اتحسن. اتحسن يعني ايه؟ يعني زاد عن 75. الفرد البديل لو قلت ميو اكبر من 75 يعني المستوى اتحسن، ده يسموه اختبار الطرف الايمن. طب لو قلت الفرد البديل ميو اقل من 75 يعني المستوى هبط، ده اسمه اختبار الطرف الايسر. طب لو قلت ميو لا تساوي 75 يعني قد تكون اكبر قد تكون اقل، ده اسمه اختبار الطرفين. معنى الكلام ده ايه؟ ان الفرد العدمي ليه صيغه واحده، ان ميو تساوي 75. طب والفرد البديل هيكون صيغه من ثلاثه، يتقول ميو اكبر من 75 وده يسموه اختبار الطرف الايمن عشان اكبر من، يتقول ميو اصغر من 75 ده اسمه اختبار الطرف الايسر، يتقول ميو لا تساوي 75 يعني ايمن وايسر. اختار اي واحده فيهم. اختيارك لاكبر من او اصغر من او لا يساوي يتوقف على السؤال اللي موجود في المسألة، بيتوقف على كلمة انا هحط لك تحت منها خط. لو لقيت المسألة فيها كلمة تحت منها خط زي كلمة حسنة دي، تعرف ان المسألة اللي معاك يا اما ايمن يا اما ايسر فقط. اذا كانت الكلمة تحت منها خط، الكلمة اللي حطيت تحت منها خط لها معنى إيجابي، يعني قول حسنت، زادت، تطورت، اكتسبت، فاعلية، نمو، ازدياد، أي كلمة لها معنى إيجابي، يبقى الفرد البديل اسمه اختبار الطرف الأيمن، أقول ميو أكبر من. لو لقيت الكلمة اللي أنا حاطط لك تحت منها خط لها معنى سلبي، زي مثلا اقول ايه؟ انخفضت او عجز او خساره او تدني او هبوط او اي كلمه مرادفه ليها، ده اسمه اختبار الطرف الايسر، بيبقى ميو اقل من. ما لقيتش خط في المساله، ما لقيتش كلمه تحت منها خط، في هذه الحاله تبقى المساله اختبار الطرفين يعني لا يساوي. يبقى الفرد بديل لصيغه من ثلاثه، يا تقول ميو اكبر من 75 ودي معناها اختبار الطرف الايمن، يا تقول ميو اقل من 75 ده اختبار الطرف الايسر، يا تقول ميو لا تساوي 75 وده اسمه اختبار الطرفين. يبقى العدمي لصيغه واحده ميو بتساوي 75، طب البديل لصيغه من ثلاثه، يا ايمن يا ايسر يا طرفين. اختار واحدة منهم ازاي؟ لو لقيت كلمة تحت منها خط الكلمة دي لها معنى ايجابي، زي يقول حسنت، زادت، تطورت، اكتسبت، نمو، اي كلمة مرادفة، اقول ميو اكبر من اختبار الطرف الايمن. لو الكلمة لها معنى سلبي وتحت منها خط، يعني قول هبوط او عجز او تدني او انخفاض او خسارة، اسمها اختبار الطرف الايسر، بتبقى ميو اقل من. ما لقيتش خط خالص في المساله، اسمها اختبار الطرفين. ده في المساله معانا الفرد العدمي ميو بتساوي 75. طب والفرد البديل؟ عشان كلمه حسنت دي تحت منها خط لها معنى ايجابي، هقول البديل ميو اكبر من 75. ميو اكبر من كام؟ من 75. ده المطلوب الاولاني. اكتب الفرد العدم والفرد البديل. نمرة اتنين القانون. انت عشان تقول نعم او لا
عشان تختار الفرد العدمي او الفرد البديل. الفرد العدمي اللي بيقول لا، كلمه لا اسمه فرد النفي. طب لو قلت نعم بتحسن، ده الفرد البديل. عشان تختار واحده من الاثنين دول، الخطوه الثانيه استخدم القانون. اول قانون عندنا اسمه قانون اختبار المتوسط. اول قانون عندنا عباره عن ايه؟ يا بتساوي افتح قوس تبسط مقام، افتح قوس س شرطه ناقص ميو البسط، افتح قوس س شرطه ناقص ميو. القوس ده اضربه في جذر ان، جذر نون، اضربه في جذر ايه؟ نون. المقام بتاع الكسر ده عين. يبقى اول قانون عندي ياء بتساوي شرطه كسر البسط، افتح قوس س شرطه ناقص ميو، اقفل القوس، مضروب في القوس ده مضروب في جذر نون، المقام عين. خلي بالك ببدا بس شرطه، س شرطه عندي ب 80، الميو ب 75، النون بجذر 100، جذر ال 100 بكام؟ ب 10، والعين عندي ب 5، هيطلع في النهايه 10. القانون ده اسمه وثيقه الاختبار اللي هي رمزها ياء. ياء دي بسميها ياء المحسوبه، لان هنا في 2 ياء اسمها ياء المحسوبه. ياء ايه؟ ايه ياء المحسوبه دي؟ يعني ياء اللي انا حسبتها. كان في عندنا حاجه في 2 ياء، ياء محسوبه وياء جدوليه. ياء اللي هي الدرجه المعياريه. ياء دي بتحسبها انت على ايدك 3 ب10. هاخد ياء دي اقارنها مع ياء هو مداني في راس السؤال. بيقول لي ايه اخر حاجه؟ بيقول لي عند مستوى معنويه الفا بتساوي 5% حيث القيمه الجدوليه 1.65%. القيمه الجدوليه هنا اسمها ياء الجدوليه. ياء الجدوليه هنا 1.65%. طب وياء اللي انا حسبتها ب 10. هنا انا هقارن ال 10 مع 1.65%. في قاعدة للمقارنة تقول ايه؟ نكتب كده قاعدة للمقارنة. قاعدة للمقارنة بين ياء المحسوبة القانون مع ياء الجدولية المعطاة في رأس السؤال. مقارنة ياء المحسوبة بالقانون مع مين؟ مع ياء الجدولية المعطاة في رأس السؤال اللي هي 1.65. القاعدة بتقول ايه؟ نمرة واحد، إذا كانت ياء المحسوبة أقل من ياء الجدولية، إذا كانت ياء المحسوبة والقانون أقل من ياء الجدولية فصلة، يكون القرار الإحصائي هو يكون القرار الإحصائي قبول الفرد العدمي. قبول الفرد العدمي لما تبقى المحسوبة أقل من الجدولية القرار قبول. خد كلمة أقل مع قبول، أقل فيها قاف وقبول فيها قاف. لما تبقى المحسوبة أقل من الجدولية يبقى القرار إيه؟ قبول الفرد الإيه؟ العدمي. طب نمرة اتنين، إذا كانت ياء، وطبعا والعكس صحيح لكن هقوله، إذا كانت ياء المحسوبة أكبر من ياء الجدولية، إذا كانت ياء المحسوبة أكبر من ياء الجدولية يكون القرار رفض الفرد العدمي. رفض الفرد الإيه؟ العدمي. هنا ياء المحسوبة 10 بالقانون، وياء الجدولية كام؟ 1.65%. هنا ياء المحسوبة أكبر من ياء الجدولية، يبقى القرار بتاعي هنا هيكون إيه؟ رفض الفرد العدمي. رفض الفرد الإيه؟ العدمي. يبقى القرار بتاعك في جميع التمارين، القرار هيكون حاجة من اتنين، دايما تنتهي كلمة
يا رفض الفرض العدمي يا قبول الفرض العدمي. ما هو الفرضين عكس بعض. لما ارفض العدمي دي معناها ايه؟ قبول البديل. طب لما اقبل العدمي معناها ايه؟ رفض البديل. انا مش هتكلم عليه، هتكلم على واحد بس. يبقى في جميع التمارين هتنتهي وتقول قبول الفرض العدمي او تقول رفض الفرض العدمي. امتى اقبل الفرض العدمي؟ اذا كانت يا المحسوبه اقل من ياء الجدوليه. امتى ارفض الفرض العدمي؟ اذا كانت ياء المحسوبه اكبر من ياء الجدوليه. ده ممكن يكون متساويين، اه ممكن يتساوي بس مش هيجيبها لك في الامتحان. اذا كانوا الاثنين متساويين حتى لو فرض، بس مش تيجي في الامتحان. لو فرض يبقى منطقه رفض برضه. رفض. فاضل نقطه واحده بس. بيقول لي عند مستوى عنويه الفا 5% دي ملهاش لازمه. بس عشان الفا 5% يطلع قيمه جدوليه. لكن دي معناها ايه؟ لما تيجي تقول في القالب بتاعك رفض الفرض العدمي ياء المحسوبه 10 والجدوليه 65%، يبقى القرار رفض الفرض العدمي. القرار رفض الفرض. هذا القرار ليس صحيحا بنسبة 100%. القرار اللي انت قلت دلوقتي هو رفض الفرض العدمي، هذا القرار ليس صحيحا بنسبة 100%، بل فيه نسبة خطأ 5% اللي هي مستوى المعنوية. يبقى قلة مستوى المعنوية ألفا معناها نسبة الخطأ في القرار الذي يتخذه الباحث. مستوى المعنوية رمزها ألفا، كلمتي مستوى المعنوية معناها ألفا. ألفا لها قيم معينة، يا 1% يا 5% يا 10%. هنا قال لي ألفا 5% معناها إيه؟ إن نسبة الخطأ في القرار بتاعك كام في المية؟ 5. ويبقى صح بكام في المية الكلام ده؟ ب 95%. يبقى القرار بتاعي رفض الفرض العدمي، هذا القرار خطأ بنسبة 5% وصح بنسبة 95%. شوف مسألة تانية. إذا كان متوسط المبيعات اليومية 40، أول هنا قال متوسط، يبقى أول رقم عبارة عن إيه؟ ميو اللي هو الفرض العدمي. يبقى هنا الفرض العدمي يساوي إيه؟ ميو بتساوي 40. عملنا إيه بقى؟ عملنا دورة تدريبية في مهارات فني البيع على عينة، عينة يعني نون. النون هنا ب 64. العينة دي عملنا لهم دورة تدريبية. في نهاية الدورة لقينا المتوسط، متوسط في العينة يعني سين شارتر كام؟ ب 42. بانحراف معياري يعني عين 9. يبقى أول رقم ميو ب 40، النون ب 64، السين شارتر ب 42، العين ب 9. اختبر أثر هذه الدورات على أداء العمال. عند مستوى عمالية ألف 1% حيث القيمة الجدولية 258%. دي اختبارات فروض عشان الكلمة تختبر. المطلوب ايه بقى؟ بيقول اكتب شكل الفرض العدمي والفرض البديل. الفرض العدمي هيكون هنا ايه؟ الفرض العدمي ان ميو بتساوي 40. ميو بتساوي كام؟ 40. فرض التساوي. طب والبديل؟ يا تقول ميو اكبر من 40 اختبار الطرف الايمن، يا تقول ميو اقل من 40 اختبار الطرف الايسر، يا تقول ميو لا تساوي 40 اختبار الطرفين. امتى اقول ايمن او ايسر؟ اذا كان في كلمه لها معنى ايجابي وتحت منها خط. ده ما فيش خط في المساله خالص، يبقى اسمها اختبار الطرفين. لما تيجي تبص كده في المساله ما فيش كلمه تحت منها خط، يبقى اسمها اختبار الطرفين. يبقى الفرض البديل هنا اسمه ده ميو لا تساوي 40. ميو لا تساوي ايه؟ وده اسمه اختبار مين بقى؟ اسمه اختبار الطرفين. الطرفين يعني ايه؟ ما معنى لا يساوي؟ يعني ميو دي ما بتساويش 40، يعني قد تكون اكبر من 40 وقد تكون اقل. اكبر يعني ايمن، اقل يعني اسف، الطرفين اسمها اختبار الطرفين. طب عايز قيمه القانون، قلنا قبل كده يا بتساوي بسط ومقام. البسط س شرطه ناقص ميو، الفرق ده مضروب في جذر نون. المقام بتاع القانون ده عين، س شرطه ب 42، الميو
ب 40، والجذر يعني جذر 64، جذر 64 بكام؟ ب 8. اللي يطلع اقسمه على عين يطلع 1.77 من 100. دي قيمة القانون، قيمة وسيلة الاختبار اللي انا بسميها ياء المحسوبة. ياء ايه؟ محسوبة. السؤال خد هو اللي بيقول عايز القرار الاحصائي، القرار بتاعك يكون ايه؟ القرار بتاعك هيكون حاجة من اتنين، يا تقول قبول الفرد العدمي، يا تقول رفض الفرد العدمي، مفيش غير الكلمتين دول في جميع التمارين. في جميع التمارين الباب الأخير، باب الاختبارات. يا تقول قبول الفرد العدمي، يا رفض الفرد العدمي. امتى اقول قبول الفرد العدمي؟ إذا كانت ياء المحسوبة في القانون أقل من ياء الجدولية. طب وإمتى أرفض أو رفض الفرد العدمي؟ إذا كانت المحسوبة أكبر من الجدولية. المحسوبة هنا 1.77%. طب والجدولية 2.58%. المحسوبة أقل، يبقى القرار قبول الفرد العدمي. قبول الفرد الإيه؟ العدمي. ما معنى كلمة ألف في 1%؟ يعني بيقول لي خلي بالك لما تبقى الألف 1% هتلاقي القيمة الجدولية 2.58. يعني بدل ما تروح تكشف أنا مديها لك. بيقول لك لما تبقى الألف 1% هتلاقي القيمة الجدولية كام؟ 2.58%. فأنا بقارن قيمة القانون مع القيمة الجدولية. ما معنى ألف 1%؟ معناه إن القرار أنت وصلت له كلمة قبول الفرد العدمي. القرار ده أهو فيه نسبة خطأ 1%. وصح بكام في المية؟ ب99%. ب99%. طيب المثال الثالث، إذا كانت نسبة التدخين، هنا بيتكلم على نسبة. بيتكلم على إيه؟ نسبة. في المثال اللي فوق ده كان بيتكلم على متوسط. أول رقم كان ميو. طب في حالة النسبة هتبقى أول نسبة إيه؟ اللام. ما أنا عندي نسبتين زي المتوسطين، عندي متوسط المجتمع ومتوسط العينة. أول رقم بيكون متوسط المجتمع اللي هو ميو. نفس القصة، أول نسبة هتكون نسبة اللام في في المجتمع. إذا كانت نسبة التدخين في المصانع 22%، دي النسبة في المصنع، دي اسمها لام بتاعت المجتمع. لام بتاعت نسبة التدخين في المجتمع. عملنا حملة للتوعية بمضاد التدخين على عينة. عملنا حملة توعية على عينة من كام؟ من 400. تبقى النون هنا بكام بقى؟ النون ب 400. لقينا بعد مدة إن نسبة التدخين في العينة بقت 23%. العينة من 400. النسبة فيها مديها لك جاهزة. مدي النسبة في العينة جاهزة، لام هات. يبقى العينة 400، اللي بيجي ورا العينة؟ يا سين شرطة يا لام هات. هنا نسبة هتبقى لام هات ب 23%. يبقى أول رقم هيكون خاص بالمجتمع، يا متوسط يا نسبة. هنا نسبة يبقى اللام ب 22%. والنون ب 400 بتاعت العينة. والنسبة بتاعت العينة اسمها لام هات 23%. خلاص يا حضرات؟ الاختبار الفردي بيقول ان الحملة قد خفضت وتحت منها خط، خفضت وتحت منها خط، يبقى اسم الاختبار ايه بقى؟ الطرف مين؟ الايسر. الاول المثال ده فيه ان لام الاولانية 22% او 22%، النوم ب 400، اللام هات في العينة 23%. لما رجع على اصل 23%، بيقول لي بقى ايه؟ عايزين الفرد العدمي. بدل ما كنت بقول ميو بتساوي، هنا هقول لام بتساوي. في اللي فات كنت بقول ايه؟ في المسألة السابقة كنت بقول ميو بتساوي اهي، كنت بقول ميو بتساوي 40. لما يكون متوسط تفريحات النسبة اقول لام بتساوي اللي هو مدهاني. يبقى اول نسبة عندي اسمها لام، يبقى هنا الفرد العدمي اللام بتساوي 22%. طب والبديل؟ يتقول لام اكبر من 22%، اختبار الطرف الايمن. يتقول لام اقل من 22%، اسمه اختبار الطرف الايسر. يتقول لام لا تساوي 22%. الفرد العدمي اسمه فرد التساوي، اقول لام بتساوي، اقول ميو بتساوي. طب والبديه ما فيهوش تساوي، يا اكبر يا اصغر
او لا يساوي. لو قلت لام اكبر من اسمه اختبار الطرف الايمن، لو قلت لام اصغر من اسمه اختبار الطرف الايسر، اذا قلت لا تساوي اسمه اختبار الطرفين. طب انا بقول اكبر ولا اصغر ولا ايسر، هنا في كلمه خفضت وتحت منها خط، ما دام تحت منها خط اعرف ان الفرد البديل يا اكبر مني يا اصغر مني، يا اكبر مني يا اصغر ايه. لكن لو مفيش خط يبقى اختبار الطرفين. طب في خط يبقى يا اكبر يا اصغر، يا ايمن يا ايسر. اعرفها ازاي؟ اذا كانت الكلمه اللي تحت منها خط لها معنى ايجابي اقول ميو اكبر مني او لام اكبر مني. اذا كانت الكلمه اللي تحت منها خط لها معنى سلبي اقول لام اصغر مني الطرف الايسر. هنا بيقول خفضت الى معنى سلبي، او البديل لام اقل من 22%. يبقى العدمي جنب 22%، البديل لام اقل من 22% اسمه اختبار الطرف الايسر اللي هو اقل من اسمه الايسر. طب القانون بتاعي، القانون زي قانون المتوسط، يقعد يساوي س شرطه ناقص ميو في الجزء الاول على ايه؟ بدل س شرطه اكتب ايه؟ بدل س شرطه اكتب ايه؟ هات النزل اكتب لام هات. طب بدل الميو اكتب ايه؟ اكتب لام، والميو زي ما هي. يبقى ادي قانون النسبه، ده ثاني قانون. عندنا ثلاث قوانين بس، ده الثاني قبل الاخير. يبقى قانون النسبه عباره عن ايه؟ لام هات ناقص لام ضرب بين قوسين مضروب في جذر النون على، يعني ياء دي عباره عن بسط ومقام. بسط ومقام، البسط افتح قوس س شرطه ناقص ميو او لام هات ناقص لام، القوس ده اهو مضروب في جذر نون. المقام الجذر التربيعي للام في واحد ناقص لام. مره ثانيه، ياء بتساوي شرطه كسر البسط افتح قوس لام هات ناقص لام واقفل القوس. بعد ما تجيب ناتج القوس ده اللي يطلع منه اضربه في جذر نون، واقسم القوس ده البسط ده المقام بتاعه بقى جذر لام في واحد ناقص لام. لام بتاعت المجتمع، لام هات ب 23% ناقص 22%، القوس ده لما اطرحه اضربه في جذر نون اللي هو جذر 400. جذر 400 ب 20. المقام بتاع البسط ده عباره عن الجذر التربيعي ب 22% افتح ضرب 1 ناقص 22%. هيطلع الناتج النهائي 48% او 0.483. دي قيمة ايه؟ قيمة القانون. خلاص؟ طب القرار الاحصائي تقبل ولا ترفض؟ القبول او الرفض هيتم بناء على مقارنة قيمة القانون مع القيمة الجدولية. يبقى القرار الاحصائي، القرار الاحصائي ده عبارة عن توصل له، يعني ايه قرار احصائي؟ يعني تقول لي تقبل العدم ولا ترفض العدمي، ما بتكلمش عن البديل ابدا. دائما قبل القرار بتاعك اخر خطوه يا تقول قبول الفرد العدمي يا تقول رفض الفرد العدمي. اوصل له ازاي؟ انك تقارن قيمه القانون اللي انت جبته اللي هو 0.483 مع القيمه الجدوليه المعطاه. بقول لك في راس السؤال ايه؟ عند الفا 5% القيمه الجدوليه 1.65%. بس هقارن 0.483 مع 5، طبعا القيمه الجدوليه هنا اقل من القيمه المحسوبه، اقل من القيمه الجدوليه. قيمه القانون اقل من قيمه الجدوليه المعطاه. يبقى هنا القرار هيكون ايه؟ قبول الفرد العدمي. قبول الفرد الايه؟ هذا القرار اللي هو قبول الفرد العدمي، القرار ده اهو فيه نسبه خطا كام في الميه؟ 5%. طب وصح بكام في الميه؟ ب 95%. أنا مش طالب منك هذا التفسير اللي هو صح بكام وخطأ بكام. طب هي لازمتها إيه؟ بقول لك خلي بالك، لو عند ألف 5% هتلاقي القيمة اللي في الجدول 1.65%. بس أنت مش هتكشف في الجدول، أنا هجيبها لك جاهزة. بس أنا بدي المسألة عشان تبقى كاملة. عشان تبقى كاملة. أنا هفتح الشات
انا حاسس ان انا نجريت شويه. وقولوا لي بقى يعني انتوا متابعيني ولا ايه بالظبط؟ واضح؟ والحمد لله طمنتوني. ماشي الحال كده؟ يا شباب ليه الجذر 400؟ ما ال 400 نور، جذرها كام؟ 20. يبقى بكتب جذر نور، جذر 400 يطلع ب 20. ماشي يا حضرات؟ بالظبط، عشان قال كلمة خفضت قلنا اختبار الطرف الأيسر. عشان كلمة خفضت. لا تفسير النسبة مش هطلبها منك يا أروى. مش هقول لك ما معنى ألفا 5% وإن القرار ده معناه إيه؟ ما بقولهوش. بس أنا عشان أوضح الصورة للنهاية. قبول الفرض العدمي أو رفض الفرض العدمي. دايما جميع المسائل تنتهي بكلمة قبول الفرض العدمي أو رفض الفرض العدمي. الباب الرابع أنا بعت لكم التمارين ومعاه الأجوبة النهائية. مطلوب من حضرتك تحل التمارين دي وتقارن مع الإجابة اللي مديها لك. جميع التمارين اللي موجودة في أي باب شرحين زيها في اللقاءات الحية. جميع التمارين اللي موجودة ورا أي باب من الأبواب الخمسة، كل التمارين اللي كانت موجودة عندك المذكرة احنا شارحين زيها في اللقاءات الحية بس مع اختلاف الارقام. فانت اتمرن عليها، حل التمرين، معرفتش تحله ارجع للمحاضرة المسجلة، اتعب نفسك شوية وارجع للمحاضرة المسجلة شوف الاستاذ حلها ازاي وحلها انت كمان بمرة تانية. ماشي يا حضرات؟ العشرين دي جذر الربعمية اللي هي النون بربعمية، بقول جذر النون يعني جذر الربعمية. جذر الربعمية بقى الحاجة تطلع 20. فاضل قانون واحد يا حضرات، اكمل ولا بكرة؟ فاضل قانون واحد، اكمل ولا بكرة؟ لا عشان كنت عشان بس ما يتعبوش معايا. لو هكمل يعني هاخد حوالي كمان 5 دقايق. هاخد 5 دقايق زيادة، ماشي الحال؟ ها؟ هاخد 5 دقايق ممكن؟ أنا عارف إن الوقت خلص. أكمل ولا بكرة؟ خلاص بكرة عشان ما يتعبوش، بكرة. عشان تكونوا حتى على الأقل يعني استوعبت اللي قلناه النهارده. اه بص يا حضرات دي اللي كنت بقول لكم. لا انا الصفحه فين؟ ادي يا حضرات يا ساده دي قوانين الباب الرابع. هي بتساوي س شرطه ناقص ميو في جذر النون على عين. ده القانون الاولاني اللي خدنا عليه مسالتين. ده القانون الثاني قانون النسبه، لام هات ناقص لام في جذر النون على لام في واحد ناقص لام. يعني بدل ما اقول س شرطه اقول لام هات، بدل ما اقول ميو الميو دي هكتب بدلها ايه؟ اللام. ده اختبار النسبه. بكره هتكلم في اختبار الفرق. في بكره ولا مفيش بكره؟ عندنا بكره ولا ما عندناش؟ مش عارف. في بكره يا جماعه محاضره؟ طيب وده القانون الثالث هقوله بكره ان شاء الله. اكون الفرق بين متوسطين. بكره ان شاء الله يا جماعه نتقابل، حتى لو ما نزلش الميعاد انا هنزله. بكره في ميعاد الساعة كام؟ الساعة 9:15 برضه في نفس الميعاد. مع السلامة.